شوف قرعتك انقرو شكون اللي كان وراه؟ لا شوف انقرو ما كان حتى واحد موراه نقول لك انا ودي يقول لك انا مبريباريا مش مبريباريا حاجه منظمه يكذب عليك يكذب عليك واحد ما كان على بالو بلي 5 اكتوبر ولا 3 اكتوبر 4 اكتوبر الشبيبه هذه تخجبر ما كانش كانت فيه صح دعايه تاع المانيو 5 اكتوبر ربما تاع الربيبه ربما تاع المؤسسات هذو ربما يقولوا مي ولكن باش تقول لي واحد على بالو 5 اكتوبر هذا يخرج من مكان من المحال وخاصه لا فلان واش لا فلان لي مام تاع لا فلان المسؤول تاع لا فلان ما قدرش يخرج ولادو للزنقه يدير مانيفيستاسيون ولادو ما يقدرش يخرج كيفاش ينظم امور كيما هذه وانا قلتها وزدتها وعاودتها بور موا سي سبونتاني سبونتاني خرجت سبونتاني خرجت فيه فيه المشاكل معروفين علاش خرجوا الناس هادو الى اخره على الفقر على كذا على الحقرة الى اخره الى اخره هذا كاين لي ريزون اكزيست هاد الشبان اللي خرجوا برا على هادي وزيد نعاود نقول لك انا طوب 88 حنا شفنا واش كاين ما عندناش اون ريفونديكاسيون بوليتيك يا في با دو ريفونديكاسيون بوليتيك لي جون ne revendiquez pas la démocratie que la démocratie est la terre démocratie لا قال لك ودي كرام يلا عينا عينا من السلطة هادي فهمت وخاصة الميدان الاجتماعي الى اخره وشوية كانوا حاطين شويه لواحد على الشرطه كانت حضرهم يقول لك كيفاش ترى وكان في الوقت هذاك صح الشرطه كانوا يديروا دي زانتربيلاسيون ربما فيهم دي باسمون تجاوزات فوالا دونك اونغلو اونغلو 5 اكتوبر واحد ما كان على بالو يخرج هو كل واحد يتفلسف اللي يجي يدير التحليل تاعو يتفلسف هذا ودو الجهاد ديال جهتين تاع لافلان والباكس وماش باكس كاش من واحد ما على بالو جوستومون لو بنو قلت لي باكس خاطر سمعتك خطره حوار في القناه في الاذاعه التلفزيون الجزائري داروا موضوع على احداث اكتوبر وذكروا باللي اللي كانوا يعني داريين هذا لي زيفينمون تاع 88 ولا كانوا موراها هما جماعات على الباكس انت دخلت نكمل لك شدتني واحد العباره راني دخلت وثبت لها مليح تا قلت لهم من المستحيل 10 يكونوا الباكس عندهم يد ومن بعد جبت واحد الاخرى انا قلت لهم تمنيت قلت لهم تلقى بين سقسي سي خالد على هذا قلت لهم كانوا يتعاونوا معنا عباره تاع كلمه كانوا يتعاونوا معنا يعني الثمانينات وقيت حزب الواحد وحركه تعتبر الباكس حركه كما نقولوا سريه اريبوك وكلش ومن بعد كانوا يتعاونوا معنا غير يتعاونوا يعني باش نكونوا كورس للمشاركه لا لا ولا التاريخ هما حنا كي دو زانتربيلاسيون تاع الجماعه تاع الباكس تي بور سقسيهم واش كاين ما كانش نورمال فهمت الباكس عاون السلطه اريبوك عاون السلطه اريبوك يعني عاون السلطه الباكس اريبوك عاون فيه امور بزاف خرجوا ندخلوا فيها باسكو حبوا حوايج كبار في اليسامين منه الخلوطه تاع الزمان هذيك، مي لو باكس ماهوش ان موفمون فيولون ماهوش تاع العنف، باكس سي ان ماشين بروغريسيست ماهوش تاع العنف وكذا، لانتربيلاسيون تاع لي زيليمون تاع الباكس ولا حاجه، ايتي ليجيتيم كان فيه العمال منا فيه منا فيه منا سقسيهم الناس هادو، واحد ما تعذب حد ما عذبوه واحد ما كسروا راسو، ايزون انتي انتربولي راجي. تو سامبلومون هادي داخله في الخدمه العاديه تاع مصالح الامن وي عيطوا الباكس ولا الاسلاميين ولا حاجه سقسيهم على البلاد وهي تو سامبلومون مي لو باكس نا ريان افوار مي با ديرير اوكتوبر 88 واحد ما كما واحد ما ديرير اوكتوبر 88 وي كيفاش معك ايوا كاين حاجه عمي خالد خالد نزار يقول على احداث 88 على الناس اللي ماتوا قصوا عليهم بالرصاص يقولوا بلي هذاك الوقت ما كانش عندنا لي بالاكاويتشو يعني استعملوا الرصاص الحي عمي خالد بحكم دائما معرفتك بجهاز الامن اسكو صح ان 88 المؤسسه الامنيه ككل ما كانش عندهم لي بالاكاويتشو اسكو صح لا يا كاين لي بالاكاويتشو ما كاينش الشرطه ما عندهاش ولكن حنا شوف انت مو مليح حنا في الشرطه كانوا العوان اللي يخدموا لي زونيتي دانترفونسيون لي بريكاز دانترفونسيون ماهوش مسلحين تماما حنا البرانسيب ما عندهمش سلاح دونك نخرجوا يقولوا انتم اللي درتوا ما درتوش ما كاش سلاح فهمت هذه الاولى تاعنا حنا ريفينير على ريسبونسابيليتي وي كان الامكانيات ما كاش البشريه والامن والماديه ما كانش سي بور سا كو الشرطه من بعد جبدت روحها كون جا الامر وقع في باب الواد فقط ماشي في براقي وفي البيان وكذا وكذا ربما تحكموا على الامور هذو ولكن هنا وهنا كان من المستحيل باش الانسان يتحكم على الامور هذو والشرطه ولات دوره ولا عباد الشرطه دوره وبقاو كونتوني في لي كوميساريا تاعهم
لي ستركتور تاعهم ولاو يدافعوا على ستركتور تاعهم برا كاش ما نقدرولهاش هنا اي سي اس مومون لا كنا فيها بيان هضرنا ولكن ولي دركا ديكلاسيون تاعنا صار على السلاح من السلاح الجواب تاعو في الرد تاعو ليا نظام اللي فات واش ذكر واش قال لي الحاجة خاطرة هضر على انسان توفى على عقد بالهوشات على عقد بالهوشات حضرت تي اس قال لك يهضر على بالهوشات بالهوشات كان هذاك الوقت مي كان مسكين دركا ديسيدي الله يحفظه دونك ما يقدرش يواجب هادي اللي يقولوا تيري سور لومبيلونس سي لي كي تير سور لومبيلونس با سور موا ماشي انا اللي جي تيري سور لومبيلونس يقول لك هضرت على فلان بالفلان لما خرجك هضرت عليه دونك و تيري سور لومبيلونس موا جو تير با سور لومبيلونس باش انا الانديفيدو اي فيفون مي تا راك قرصت على لومبيلونس هادي تاع الاسعاف هادي على كادابر هضرت على انسان واش قال في الانسان حاجه خطيره جدا سي اون ريفيلاسيون كي لا فات ودارها درك يخطب كان بالهوشات خدام ما يقدرش يديرها يهضرها يخاف من بالهوشات بالهوشات دي با فاسيل سي با البروفيت تاع خاب نزار حاجه اخرى بالهوشات ما يقدرش يهضرها في وقتها خلاه كي مات وراح جات زمان عليه قال لهم الحاجه الاولى هذا السيد هذا راه قال لي نقرصوا على الشعب ونتيسوا لا فول باري هليكوبتر سي غراب داكور سي سكي لا دي جورنال بيان سي باري هليكوبتر واش نفهم انا نفهم لا فيزيون ولا لا بيرسيبسيون نتاع نتاع المسؤولين الجيش انذاك اللي كانوا مختصين بالامن الجزائر وكذا لا فيزيون تاعهم سيتي تيري سور لا فول دونك داخلين بليدي تاع تيري سور لا فول كي نتبعوا النظام نقولوا بلا واش قال صح ناخذ الفكره الاولى تاعهم شافوا قال تيري سور لا فول داكور ومن بعد بار لا سويت سي سكي سي باسي بعد نزار قال لهم في الاول ما كنتش ما خممتش نستعمل السلاح ولكن بعد كان سلاح بالغد وبعد يقول لهم لاكاس الغد يا لاكاس هذو العباد اللي ماتوا يا خويا شنو كاس هذه لاكاس انا في شحال من الدراسه ماتوا كون جات مرض ماشي لاكاس انا في زوج ملايين في الموضوع لا ماشي حتى الناس اللي ماتوا الناس حتى اللي تعوقوا الناس يعني حتى اللي يعني 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 تعرضوا للتعذيب حنا عندنا شهادات تاع ناس لا لا سي غراف لي كونسيكونس لي كونسيكونس بلي مات بلي بلي ندار بلي ندار بلي ندار هادي لاكاس قالك زين وزار هادي لاكاس وماش لاكاس زرقات وين راحوا مليون شبان راحوا فهم كيفاش دونك الفكرة هادي تاع تيري سور لافول يصعف بها هو بعد اون اكوزون هذاك بالهوشات دابور اوندوني اتيري با 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 اترافي ليكوبتر با 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 لو بيليكوبتر لا لا قال بالهوشات وقال لك شغل سي انديريكتومون سي لا ميانتيم تاعك يعني هاد الهوشات بلي انت عندك علاقه مع اللي راك تدافع عليه انت وجماعتك كما سماهم ما دافع ما دافع على بالهوشات ما جبد بالهوشات حتى هو اللي جبد المره هذه هو اللي قال بالهوشات الشهاده اللي لازم يقولوا يا نوطا ما يقولوا درك كي خلاها مات باش قالوا وكي قالوا صعب بنفسه بلي الفكره الاولى ايتي دو تيري سور لا فول من فوق يفو لي تيري سور لا فول دونك كيفاش بقول يقولوا que l'objectif était de tirer sur la foule, la solution, الحل نتاع المشكل ما يكون غير اذا قرصنا على الناس من الطيارة ولا حاجة. من الطيارة؟ فوالا وشي اللي صرا من بعد يا ودي تير اون تيري سور لا فول. بيان سور. اون تيري سور لا فول. علاش تو تيري سور لا فول؟ بوركو اون تيري سور لا فول؟ نمشي. راك تقول بلي مانيش قادر ما نعرفش الشهادة فالي با تحمل المسؤولية. الجنود تاعك ما يعرفوش داكور مي عندهم الشاب تاعهم. الشاب تاعهم يتحمل المسؤولية، الشاب مباشرة والفوقاني يتحمل المسؤولية. سمعت باسكو فيه قانون فيه قانون في الميدان هذا فيه قانون واضح سمعت قانون استعمال السلاح في ظروف كيما هذه فيه قانون ولو في دون ان ايتا دورجونس ولا اون سيتياسيون نورمال سون سون ايتا دورجونس فيه لي كريتير وقتاش تستعمل السلاح داكور هو كون جا خدم خدمته يعرف خدمته ونكون لجنه من بعد التحقيق ونشوفوا بو شاكا يفو يتودي شاكا لكن هذا مات في نطاق القانون نيسان استعمل القانون معاه وقرص وإلى توي كالكان أو كان دي ليجيتيم ديفونس الدفاع الشرعي إلى آخره حد ما قال حد الناس داروا الخدمة تاعهم بارك الله فيهم على كل حال مي ما كونش اللجنة هذه بوركوا باسكو سي كنا فيولي لا ريغلومونتاسيون كونسيرنون لانترفونسيون وي إي ومن بعد يقول لك يستعرف الكلام تاعي يقول لك ولاو يتيريو برك ما تيريش برك يا أخي شو بيك عيب عليك لا لا هو زاد باش نقول لك
هو زاد باش يبين باللي هو اين ريان ابوا تيري سور لابول زعما سي غراف تيري سور لابول سي غراف ايه واش يقول لك فاني عمي خالد هو يقول لك راح ديبوزو به ناس دي بلانت في فرنسا في لا سويس قال لك المحكمه ولا القضاة تاع في فرنسا وفي لا سويس عجزوا باش يسيبوا دليل واحد باللي هو صح كيما نقولوا دي كريم دو غير ولا كونتر ليمانيتي ولا ما صابوش يعني السيد راهو اللي كونفيون واثق من نفسه لي بلانت هذوما مشاوش دون سو سونس خلاص ما مش دون سو سونس باسكو كنحبوا يعني يلقاو مسؤوليه معينه يلقاو اعتراض حنا اعتراض لي زالجيريان ضد الدراسه على اكتوبر 88 سي لي زالجيريان لي ديبوزاو بلان سي لي زالجيريان ما عطاش لي دارغيومونتاسيون جوريديك نيسيسير ما عطاش حنا درنا الدراسه خاصه على اكتوبر 88 ومديتها على ذاك المدير العام الامن الوطني من بعد اكتوبر 88 مديتها للطب الله يرحمه الله يرحمه دراسه على الارهاب ودراسه مديناها دونك حنا انا بعقلي بضمير مرتاح عاودت شفت المسؤوليه من راح تروح جاز الوقت على كل حال لازم نعرفوا كيفاش مشات وشكون المسؤول باش ما نعاودوش الخطا هذا ندير لي زونسينيومون سي بور سا كو جي دي كو فوالا 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 ريسبونسابيلتي اي تونجاجي باسكو لازم يكون مسؤول على واحد مسؤول على الشيء هذا اكيد كون مشات امور بصفه عاديه يعني فيه منا وفيه مصالح الامن وخدموا في النطاق الخدمه تاع حد ما قال عمي خالد اسكو ما زلت مع